أنا أتوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ومعنا من هناك مباشرة الصحفي محمد صفوان جولاق. السيد صفوان، يعني بعد معارك استمرت لعدة أيام انسحبت القوات الأوكرانية من ديبالتسيفا، ماذا يعني هذا بالنسبة إلى اتفاق مينسك 2؟ يعني اتفاق مينسك 2 كان واضحا عندما قال إن القوات عليها أن تنسحب من أماكن تواجدها، وبالتالي ولذلك رأينا كيف أن الانفصاليون حاولوا جاهدا السيطرة على ديبالتسيفا لما لها من أهمية استراتيجية، وهم بالفعل سيطروا عليها اليوم حتى وبعد أن بدأت اتفاقية مينسك. أعتقد أن الاتفاقية اتفاقية هشة، لأن الأطراف وخاصة الانفصاليين حقيقة لم يلتزموا بها، فقاموا بالهجوم على ديبالتسيفا، وقاموا أيضا بالهجوم على ماريوبل، وأنا لا أستبعد أن يهجموا على مناطق أخرى. يعني من هذه النقطة سيد جولاق، يعني استراتيجيا هل استيلاء الانفصاليين على ديبالتسيفا يعني أن لهم نية التمدد أكثر نحو الغرب؟ بطبيعة الحادث الكريم، لأن بلدة ديبالتسيفا فيها هي نقطة توزع القطارات على جميع مناطق إقليم الدباص الذي يسيطرون عليه، وبالتالي لو أنهم خسروها لخسروا أجزاء واسعة من هذا الإقليم، لخسروا إمدادات، لخسروا طرق التواصل مع وسط وغرب أوكرانيا ودول أخرى، وبالتالي سيطرتهم على هذه المدينة هي نصر كبير لهم. وأعتقد أن اليوم هو يوم تشاؤم، ليس فقط من وجهة نظري بل من وجهة نظر كثيرين من المحللين والمراقبين هنا في أوكرانيا. طيب، تحدثت عن التشاؤم، المحللون يرون هذه الانسحاب وهزيمة لبوروشينكو، ما هي الخطوات المتوقعة من قبل أوكرانيا وحلفائها الغربيين في هذا الوقت بالذات؟ الأوكرانيون اليوم يؤكدون على الالتزام باتفاق مينسك، والقادة الأوروبيون يلمحون إلى ربما عقوبات، ولكن الأمر أعتقد أنه يجب أن لا يقف عند هذا الحد، لأن التجربة السابقة أكدت أن التساهل مع الانفصاليين أدى دائما إلى تفاقم الأوضاع، وهذا ما أعتقد أنه سيكون عليه الحال إذا لم تفرض على الأطراف جميعها عقوبات، أو تفرض على الدول الضامنة لاتفاقية مينسك أن تفرض هي بدورها ضمانات لتضمن تطبيق اتفاقية مينسك دون أي فهم خاطئ لها، سواء كان ذلك متعمدا أو غير متعمد. نعم، والأيام القادمة ستحدد ذلك. الصحفي محمد صفوان جولاق، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك.